الصحافة وطنية مهنية مهنية الصحافة وطنية. اليوم ما احنا نفذنا هذه الوقفه في اطار يوم غضب الصحافه التونسيه. عندنا جمله من المطالب والاستحقاقات للمهنه تتعلق اساسا كلها بوضع مؤسسات عالميه مصادره وجزء منها عموميه. اليوم تسبب الدوله من خلال سوء تصرفها وسوء تسييرها في هذه المؤسسات في تفليسها، واليوم تسعى الى تصفيتها نهائيا، تسعى الى احاله المئات من العائلات التونسية اللي عايشة للمؤسسات هذه على البطالة الإجبارية، ومزيد التنكيل أكثر بالمواطنين التونسيين اللي يشتغلوا في قطاع الصحافة. والمؤسسات هذه عموما اللي هي دار الصباح وشمس فام وجيس برود وحتى سيف لابريس فيهم هذوما الكل عليهم صعوبات، والحكومة لا تريد اليوم إيجاد أي حل بل أنها تتجه نحو إهمالهم وإحالتهم على التصفية وإنهاء وجودهم. أيضا تتعلق بمسائل أخرى هذه الوقفة، منها التدخل ومحاولات السيطرة على وسائل الإعلام التي تقوم بها السلطة سواء كانت عمومية أو خاصة أو مصادرة. شفنا كيفاش تحولت التلفزة التونسية بفعل هذا التدخل السياسي إلى تلفزة ناطقة باسم السلطة متماهية مع السلطة، تمنع فيها الآراء المخالفة، تمنع فيها كل الأصوات الناقدة، ويحرم فيها المواطن ودافع الضرائب من حقه في المعلومة، من حقه في النفاذ إلى الأخبار والمعطيات اللي قاعدة تدور في البلاد، ويمارسون من خلال ذلك الوصاية على الشعب التونسي على اعتبار أن الشعب التونسي قاصر وليس من حقه أن يقدم أن يطلع على ما يصير في بلاده. وجينا أيضا في إطار أنه تسخر فيه الحكومة للمرسوم عدد 54 الذي يعني سخرته وزيرة العدل والسلطة السياسية من أجل تتبع الأصوات المخالفة، تتبع النشطاء، تتبع الصحفيين، تتبع السياسيين، تتبع حتى المدونين الذين يعبرون على آراء ناقدة أو آراء مخالفة وآراء معارضة، في ضرب كامل لحرية الرأي والتعبير، في ضرب كامل لحق الدراسة التنوع والتعدد، في ضرب كامل لمبادئ الديمقراطية، في حين أن هذه السلطة تتبجح يوميا أنها تحمي النظام الديمقراطي وهي بالعكس تنتهك يوميا حق الدراسة في التعبير، حق الدراسة في الاختيار، حق الدراسة في النفاذ إلى وسائل الإعلام. إعلام حر، صحافة مستقلة.